الله وبركاته، اهلا بكم في قناة العملة المعدنية والمال. النهاردة جيت لكم في فيديو جديد، وهو عن الواحد بنش زي ما حضراتكم طلبتوا. حضراتكم طلبتوه مني كتير، بس انا كنت يعني مأجله لان هو اسعاره كنت شايفها مش مناسبة للجمهور اللي عندي على القناة او الناس المتابعين عندي على القناة. بس النهاردة خلاص بقى لقيت حاجة خلتني اطلع اتكلم عنه، اللي هو لقيته فضة، في منه فضة وذهب، وذهب مطلب الفضة تمام، وفضة يعني معظمها فضة تمام. وهنقول تواريخها، أقول تواريخها في الأول بقى عشان لو حضراتكم مش عايزين تكملوا الفيديو أو الفيديو طويل. بس الأول هنقول التركيبة بتاعت اللي هي العادية اللي هي تنجذب للمغناطيس. بس أول حاجة تحضر معانا مغناطيس زي كده عشان هنعوزه، يعني تحضر مغناطيس وأنت بتتفرج معايا على الفيديو. تركيبة من النحاس الفولاذ، نحاس مطلب الفولاذ تمام. الوزن 3.56، القطر 20.32، السمك 1.65. دوت للايه؟ اللي هي بتنجذب للمغناطيس. التواريخ اللي هي يا سيدي بقى اللي هي من مصنوع من الفضة 925 ل 1996، وال2000 فضة، الاتنين دول فضة، وال2008 ذهب عيار 917 ده ال2008، وفي 2008 فضة 925، وعندك ال2012 عفوا، وعندك ال2019 دي من الفضة. نخش بقى على الأسعار اللي معانا. الأسعار اللي معانا يا سيدي أسعار لحد ما يعني كويسة تمام. الأسعار اللي معانا ال1971 ده عاملة 466 دولار. أهو صحيح، عشان هتيجي تقول لي دي ممكن تكون، معلش قبل ما نخش في الأسعار معلش هقول الكلمتين بس المهمين الأهم حاجة في الفيديو. هتيجي تقول لي لونها ذهبي بس انجذبت معاك للمغناطيس زي كده، لا دي كده بقى ايه، انجذبت معاك للمغناطيس زي كده، لا دي كده ايه اللي هي ايه، نحاس عادي تمام. عندك اللي هي كده اهو ما انجذبتش للمغناطيس عشان محدش يقول المغناطيس في حاجه. نركن بقى دول على جنب، نخلينا في دول. دول هتلاقي منهم الوان هتلاقي منهم الوان زي كده ايه لونها ذهب، اهو زي كده زي ما واضح امامكم كده ايه لونها ذهب. دي كده حضرتك اهي زي ما واضح امامكم كده اهي، واضحة أمامكم أهي لونها ذهبي أهو أهو، هتلاقي زي كده. هسيب لكم المصدر تحت عشان محدش يتكلم معايا ولا يقول لي مش عارف إيه وأنت بتختار وعايز مشاهدات. لا أنا مش عايز مشاهدات، أنا عايز مشاهدات لأن أنا تعبان على المعلومة ديت، يعني تعبان عليها. مش قمت من النوم لقيت السكريبت جاهز هقوم أقوله للناس وأعمل فيديو، لا لا أنا تعبان والله بجد على المحتوى ده، يعني بقدم لكم المعلومه وانا تعبان عليها. ما علينا بالكلام ده لان اكيد يعني البعض المفروض يكون عارف الكلام ده، احنا بنتعب على الكلام ده والله مش بنقوم من النوم اللي جاهز. يعني هتلاقي لونها ده زي كده، هتجربها هتلاقي المغناطيس كده انجذبت معاك للمغناطيس يا سيدي. دي كده ايه، انا كده بفهمكم بالراحه، تبقى كده ايه مش ذهب ولا هي فضه. ما انجذبتش معاك هتروح تعمل اختبار عند بتاع الذهب او بتاع فضه، بس شرط ما يعرضهاش للنار، يعرضها للماده نقطه للماده كده من ورا في مربع كده بسيط كده، قول له نقطة هنا بس كده نعرف دي ايه دهب ولا مش دهب. طلع الدهب معاك دي عيار كام؟ 917 زي ما قلنا تمام في أول الفيديو. نيجي بقى للأسعار يا سيدي. الأسعار عندك ال 1971 دي عاملة 466 دولار، وهقول لكم حاجة جميلة برضك في آخر الفيديو تريحكم وتريحنا تمام. معلش بقى الحامل لسه مكسور قبل ما أصور، لسه مكسور حالا وأنا بظبط عشان أصور. وال 1971 تاني عامله 150 دولار، وعندك ال 1975 دي عامله 85 دولار بوينت 99 سنت، كل ده بالدولار تمام. معلش بقى الحامل عملها النهارده. وعندك ال 1979 دي عامله 28 دولار بوينت 14 سنت، وعندك ال 1979 12 دولار. هتقول لي دي ب 12 دولار ليه بقى؟ هقول لك يا سيدي ده على حسب الحاله وعلى حسب وعلى حسب العدد اللي اتسك منها برضك في نفس الوقت تمام. ده الواحد سيد الواحد سيد البنس اللي بنتكلم عنه للمملكه المتحده البريطانيه الملكه اليزابيث الثانيه. وعندك ال 1984 دي عامله 2 دولار بوينت 53 سنت، ال 1984 دي عامله
دولار بوينت 27 سنت، عشان كده ما كنتش عايز اطلع اتكلم، ولا من زمان مش عايز اتكلم، بس انتوا طلبتوا ان انا اطلع اتكلم على الفيديو ده، فهنكمل بيت الاسعار معلش مع بعض. عندك 1990 ده عامله معلش عفوا دولار بوينت 27. عندك ال 2003 ده يثبت لك بقى، هنا ال 2003 اللي هنتكلم عنها دي تثبت لك اللي ايه الحديث بردك ليه سعر، تمام؟ عامله 3 دولار بوينت 80 سنت. ال 1998 دي عامله دولار بوينت 27 سنت. ال 1983 ده عامله 2 دولار بوينت 53. ال 1993 دي عامله 4 دولار بوينت 40 سنت. وهقول لكم حاجه برضك تريحكم وتريحني، انا هقول لكم حلو، اقتراح حلو قوي. التواريخ اللي هقولها دي هاخدها من هعرضها من هعرضها لكم بالسعر اللي هقول عليه ده ب 3 دولار ونص. طبعا الاسعار اللي هقولها دي الوقت دي كده عشان كنتوا، تمام؟ 71 دولار، عفوا سنة 71، 1971 و73 و77 و78 اللي انا قلتهم دول، الاربعه اللي انا قلتهم دول، دول هيتعرضوا ب 3 دولار ونص، 3 دولار 50 سنت، تمام؟ ده عشان كنت. اما بالنسبه والله يا ريت اللايك بقى.